يعني السيناريو الابرز في دماغ وراس الكابتن حسام البدري اللي عنده من الخبرات انه يستطيع اداره مباراه بهذا الشكل، عنده من الخبرات انه واجه فرق تونسيه ومنهم الترجي التونسي في ملعبه من قبل واستطاع التغلب عليه. كل هذه السيناريوهات مطروحه، ولكن يبقى العامل الاهم وهو التوفيق من عند الله. الخبر الآخر وهو استدعاء فاكا مهالامبي النجم الجنوب أفريقي إلى منتخب